هنكمل بقى ان شاء الله بقية الدرس بتاعنا عن الريد. بس عايز قبل ما ابدأ وقبل ما امبلمنت اي حاجة اعرفك ان الريد ده وهو شغال في اكتر من طريقة يشتغل بيها، خلاص في اكتر من طريقة بيشتغل بيها. الطرق اللي بيشتغل بيها الريد اسمها الريد ليفلز. تمام كده؟ الريد ليفلز، ايه الريد ليفلز دي؟ الريد ليفلز دي الطريقة اللي هيشتغل بيها الريد، ولما يشتغل بيها هيبقى هدفه يعمل حاجة محددة. تمام كده؟ زي مثلا في عندك حاجة اسمها ريد زيرو. ريد زيرو ده يا عم هيعمل ايه؟ ريد زيرو ده قال لك بص، انت هيكون عندك ديسك او اكتر، ديسك اتنين تلاتة مش فارق معايا بالظبط كام عدد الديسكات بتاعتك. المهم الريد زيرو ده اصلا كده اسمه ها، او الحاجه اللي بيعملها بيعمل حاجه اسمها ستريبنج. ايه ستريبنج دي؟ ستريبنج دي بكل بساطه ها، انت مثلا عايز تكتب وليكن 100 ميجا، هيعمل ايه؟ هيبدا يكتب الداتا كده بالمنظر ده، خلاص فرضا ان ده كان 5 جيجا وده 5 جيجا وده 5 جيجا اهو، وخلينا نكتب في السيناريو بقى سيناريو تاني، عايزين نكتب يا عم مثلا 12 جيجا، هيبدا يكتب، اكتب هنا يا عم اهو، خلص ال 5 جيجا انقل على اللي بعده، ها اكتب كمان 5 هنا، خلص اكتب 2 هنا وقف، هيبقى عندك باقي كام دلوقتي؟ 3 جيجا اللي باقيين، خلاص ماشي كده؟ يعني بكل بساطة بيقطع الداتا اللي جات له على مين؟ ها؟ على الديسكات اللي موجودة عندك. بيقطع الداتا اللي جات له على الديسكات اللي موجودة عندك. تمام كده؟ طيب ده معناه حاجة واحدة. ده معناه حاجة واحدة، خلي بالك. أنا كده في عندي أي حاجة فيها ريدندنسي؟ ها؟ الداتا ما اتكتبتش أكتر من مرة، اتكتبت مرة واحدة بس. معنى كده ان لو ديسك منهم فيلد ده معنى ايه؟ لو ديسك واحد فيلد معناها مع السلامة يا معلم، الداتا بتاعتك بالكامل خلاص بخ راحت يا معلم. طيب كلام جميل. طب المساحة اللي ممكن تستخدمها بقى، المساحة اليوزابل بالنسبة لك هتبقى قد ايه؟ هتبقى مجموع الديسكات كلهم، يعني لو عندك 3 ديسكات كل واحد 5 جيجا، بما انه بيستخدمهم بيعمل ايه؟ بيكريت ديفايس جديدة مساحتها مجموع الثلاثة مع بعض اللي هي 5 زائد 5 زائد 5، يبقى الإجمالي اللي هتقدر تستخدمه كام؟ 15. وصلت كده؟ طيب أقل عدد من الديسكات ممكن تستخدمها عشان تعمل الريد زيرو دون؟ ها أقل عدد من الديسكات تستخدمها كام؟ 3؟ لأ مبدئيا أنت ممكن تبدأ تعمل الريد زيرو بديفايس واحدة، في المستقبل ضيف لها كمان ديفايس، خلصتها ضيف لها كمان ديفايس، خلصتها ضيف لها كمان ديفايس. يعني انت ممكن تعمل ايه؟ تضيف ديفايس زي ما انت عايز، بتبدا بواحده بس على الاقل، ممكن تضيف لها الثانيه في المستقبل او تضيف لها كمان واحده او كمان واحده وهكذا، ماشي كده؟ طيب الريد زيرو ده ها، بما انه بيكتب الداتا، بالمناسبه لما يجي يكتب الداتا انا قلت لك بيعمل ستريبنج، ستريبنج ده يعني تقطيع، خلاص كده؟ فلما بيجي يكتب فعليا اكتب حتة هنا وحتة هنا وحتة هنا، بعد كده حتة هنا وحتة هنا وحتة هنا، بعد كده حتة هنا وحتة هنا وحتة هنا، معنى كده هيستخدم الثلاث ديسكات عشان وهو بيكتب الداتا يقطع الداتا على الثلاثة مع بعض، معنى كده ان في عملية ايه؟ ها؟ الأول حاجة بس ها،
عايزين نوضحها بشكل اكتر عشان تبقى مفهومة. ماشي، بص لي كده في عملية الريد، في عملية الريد بص كده، ها هيبقى ايه بالنسبة لك؟ بيقرا من كام ديسك؟ بيقرا من كام ديسك؟ بيقرا من الثلاثة مع بعض، لأن حتة من الداتا مكتوبة هنا، وحتة تانية خالص مكتوبة هنا، ها، وحتة تالتة خالص مكتوبة هنا، فعملية الريد بتاعه هتبقى فاست، حاجة سريعة جدا، لأنه بيقرا من ثلاث ديسكات. طب وعملية الكتابة؟ بما إنه بيكتب حتة هنا، وحتة تانية خالص هنا، وحتة تالتة خالص هنا، معناها بيكتب على ثلاثة في نفس الوقت، فعملية الكتابة برضه هتكون إيه؟ عملية الريد هتلاقيها فيري فاست، أو السرعة القصوى اللي بالنسبة له. وعملية الكتابة برضه هتبقى عملية سريعة جدا. يبقى عملية الريد هتبقى سريعة جدا، وعملية الرايت برضه هتبقى سريعة جدا. لأنه لما بيجي يكتب، ها، بيكتب على ثلاث ديسكات في نفس الوقت، ولما بيجي يقرأ بيقرأ من ثلاثة في نفس الوقت. طبعا أنا بقول لك ثلاثة لأن أنا واخد مثال ثلاث ديسكات، ممكن يكون عندك ديسكين، ممكن يكون عندك أربعة، ممكن يكون عندك خمسة، على حسب السيت أب بتاعك أنت عملته كام. مش كده؟ فطبعا كل ما تزود الديسكس كل ما سرعه القرايه هتزيد، وكل ما سرعه الكتابه برضه هتزيد. خلاص؟ وليه الحكايه دي؟ لان كل ديسك كده ميكانيكال، ها، الديسك ده له سرعه قرايه محدده وسرعه كتابه محدده خاصه بيه. طب لو زودت ديسكين، ها، بدل ما كنت بتقرا من ديسك واحد بتقرا من اتنين في نفس الوقت. ماشي كده؟ وبدل ما كنت لو بتكتب مثلا 100 ميجا هتكتب 50 هنا وتكتب 50 هنا، ال 50 دول مختلفين عن دول، يبقى كان هيوزع اللود على الاثنين. عشان كده الريت زيرو سريع جدا في القرايه وسريع جدا في الكتابه. طيب كلام جميل. في عندنا حاجه تانية؟ ايوه، قال لك يا عم في عندنا الريد واحد، الريد واحد، والريد واحد ده ايه الحكايه بتاعته؟ الريد واحد ده قال لك عندك ديسك هنا وعندك ديسك تاني هنا، خلاص كده؟ قال لك اللي هكتبه هنا هيتكتب نسخة طبق الأصل منه هنا بالظبط بالملي. أصلا ريد واحد ده كده بيعمل لك إيه؟ بيعمل لك ميرورينج. كلمة ميرور أصلا يعني مراية، لو ترجمتها كده الترجمة الحرفية معناها مراية. طب بالنسبة لنا هنا معناها إيه؟ اللي هيتكتب هنا هيتكتب نسخة تانية منه هنا، بس كده. شفت بقى؟ ايوه بالظبط، معنى كده مادام بيكتب نفس النسخة سرعة الكتابة هنا هتكون ايه؟ سيئة جدا، لان نفس النسخة بيستهلك الديسك ده عشان يكتبها وبيستهلك الديسك ده برضو عشان يكتبها. طب لو عندك ثلاث ديسكات برضو هيعمل ميرور تالت اهو. طب سرعة القراية يا عم، قال لك سرعة القراية هتكون يعني بص التيميت، أحلى سرعة قراية فيهم، سرعة القراية بتاعته هتكون ممتازة جدا. ماشي كده؟ طيب لأنه لما بيجي يقرا هيقرا من ثلاث ديسكات في نفس الوقت. طيب في حاجة بعد كده، أقل عدد من الديسكات تستخدمها مع الريد واحد كام؟ ها؟ قال لك المينيمم اتنين، الماكسيمم بتاعهم انليميتد، الماكسيمم بتاعهم انليميتد. وهنا في الريت زيرو قلت لك انت ممكن تبدا بواحد، ممكن تضيف له واحد. في الطبيعي اصلا لما حد بيستخدم ريت زيرو بيضم اتنين مع بعض، يعني كل السيت ابس اللي شفتها لما حد بيستخدم ريت زيرو بيضم اتنين مع بعض، ده ما يمنعش ان انت ممكن تبدا بواحد. طب الماكسيمم بتاع ده كام؟ انليميتد برضه، ممكن تعمل 20 ديسك ريد زيرو. خلاص طالما المكنه بتاعتك تستحمل تحط ديسكات، حط يا عم واشتغل، محدش هيقول لك لا. خلاص كده وضحت؟ طيب دلوقتي لو في عندك ديسك حصل له فيل، هل الداتا لسه موجوده؟ ها، هل الداتا لسه موجوده؟ ايوه، طالما في ديسك واحد على الاقل، على الاقل موجود، فالداتا لسه موجوده. خلاص، لان اللي كان بيتكتب هنا في صوره طبق الاصل منه مكتوبه هنا، وفي نسخه طبق الاصل موجوده هنا كمان. فلو عندك الاثنين دول فيلد ولسه عندك واحد بس، خلاص يا عم مفيش اي مشكله خالص.
طيب النوع التالت اللي موجود عندنا، تعال نمسح الكلام ده. النوع التالت اللي موجود عندنا مين يا عم؟ قال لك عندك ريد 5. ريد 5 ده بيعمل ايه؟ ريد 5 ده قال لك بيعمل حاجة اسمها ستريبنج، with distributed parity. ايه stripping with distributed parity دي؟ يعني ايه الكلام ده؟ بص لي كده، عندك جملة زي ABC عايزة تتكتب، جملة زي دي عايزة تتكتب، هيعمل ايه؟ هيكتب ايه هنا ويكتب بي هنا ويكتب الباريتي بتاعتهم. ايه الباريتي دي؟ عارف التشيك سام؟ حد فيكم سمع عن التشيك سام قبل كده؟ حاجه كده شبه التشيك سام. هي بص، هي عمليه اكس اور اوبريشن، عمليه اكس اور بكل بساطه. خلاص، ايه عمليه الاكس اور اللي بتحصل هنا؟ بص، عمليه الاكس اور دي بتقول لك دايما لو عندك، انت عندك هيكون في ثلاث اطراف في المعادله، لو عندك طرفين في المعادلة بس موجودين ممكن ارجع الطرف الثالث اللي كان ميسنج منهم. ممكن ارجع الطرف الثالث. لما ارجع الطرف الثالث ده، بص لي كده، لو عندك الاي موجودة والبي موجودة هل اقدر اكريت الباريتي؟ ايوه. طب لو عندك الاي موجودة والباريتي موجودة هل ممكن ارجع البي؟ ايوه. طب لو عندي الباريتي موجودة والبي موجودة هل ممكن ارجع الاي؟ ايوه برضو. طيب في الناحية التانية هيعمل ايه؟ هيكتب البي والسي هنا، خلاص كده، وهيكتب البارتي هنا مثلا. خلي الجملة كده ماشي حلو. طيب في الحالة التالتة هيكتب الاي هنا والبارتي وبعد كده مين؟ السي. بص لي كده كويس، او هيجي هنا، خلينا نصححها بقى كده، هو كتب الباريتي هنا مرة، خلاص خليني هنا يكتب لي ال A أو يكتب لي هنا ال B وال C ومعاها مين؟ الباريتي. المرة اللي بعدها هيكتب الباريتي هنا وهيكتب مين كمان؟ ال A وال C. خلاص كده؟ يبقى كتب الباريتي هنا مرة وكتب الباريتي هنا مرة، خلاص؟ وكتب الباريتي هنا مرة. طيب ده معناه ايه؟ ان لو الديسك ده كله فيلد، ده كله وقع، خلينا نرتبها تاني مرة، معلش تعالي لي هنا كده نرتبها كده احسن اهو. هيكتب لي المرة دي السي هنا والاي هنا. بص لي كده، في ايه كمان؟ ادا السي، السي فاضل لي هنا. تعالى كده بدل ما اعذبكم معايا عشان افهمها لك اشرحها بشكل احسن شويه كمان. عندك جمله زي دي عايزه تتكتب، هيكتب الايه هنا والبي. خليلي كده عندي اربع ديسكات عشان يبقى الموضوع واضح كمان اكتر، خليلي اربع ديسكات ماشي. هيكتب الايه هنا والبي هنا والسي هنا ومعهم الباريتي. خلاص، هنا هيكتب ال A والباريتي وال C، ال B هنا وال C، وبعد كده هيعمل ايه؟ هيكتب ال A خلاص. ايه تاني؟ بعد كده هيكتب ال A وبعد كده الباريتي وبعد كده السي بعد كده البي اهي. تعالى بعد كده السي بعد كده هيكتب الباريتي وبعد كده الاي والبي والسي. خلاص كده ماشي. طيب
لو اي ديسك من دول وقع، هل اقدر ارجع الداتا من اللي كانت موجودة؟ فرضا ان ده كده وقع، هل ممكن ارجع اي بي سي مرة تانية؟ ها، هل ممكن ارجع اي بي سي مرة تانية؟ اهو بص لي كده، هتلاقي دايما البي والسي موجودين ومعاهم مين يا عم؟ الباريتي. يبقى انا ممكن ارجع من دول الايه؟ اهو. طيب عندي كمان البي والسي موجودين والباريتي، هل ممكن ارجع الايه؟ ايوه. طب للمثال ده خلي بالك دول اربع امثله مختلفين. طب عندي البي والسي والباريتي، هل ممكن ارجع الايه؟ ايوه. طب هنا عندي الايه والسي موجودين، هل ممكن ارجع ها البي؟ ايوه. شفت عمل ايه؟ ها، يبقى الباريتي دايما كان بيستخدمها مع بقية الداتا اللي موجودة عشان يرجع مين؟ ها، عشان يرجع الميسنج. لو عنده داتا او عنده داتا ميسنج كان بيستخدم الباريتي عشان يرجعها مع بقية الداتا اللي موجودة. واديتك اربع امثلة هم مختلفين عن بعض، اربعة مختلفين عن بعض ممكن ترجع منهم الداتا من غير اي مشاكل، اربع امثلة مختلفين، ماشي كده؟ طيب دلوقتي بقى نرجع، تعال نمسح كده، خلاص الحمد لله خلصنا المثال اهو. اقل عدد من الديسكات ينفع تستخدمه مع الريد خمسة، اقل عدد، ها قال لك اقل عدد كام يا عم؟ تلاتة، المينيمم بتاعه تلاتة. طيب الريد سبيد، ها الريد سبيد بتاعته، قال لك الريد سبيد بتاعته يعني ها معقولة كويسة. طب الرايت سبيد بتاعته، ها مش حلوة قوي ومش وحشة قوي، يعني شغالة، شغالة برضو الرايت سبيد بتاعته شغالة. ليه؟ لانه دلوقتي مش بيكتب، مش بيكرر نفس الداتا على نفس او على اكتر من ديسك، فبيعمل ايه؟ بيكتب جزء هنا وبيكتب جزء هنا وبيروح يرمي الباريتي هنا. خلاص كده؟ ماشي كده؟ مالكش دعوه بالاوتو سبير خالص، ما اتكلمش عن الاوتو سبير، ما تدخلش نفسك في حوارات لسه ما اتكلمتش فيها. ثواني، ما تدخلش نفسك في حوارات لسه ما اتكلمتش فيها. خلاص؟ طيب ليه قلت لك ان السرعه بتاعت الرايت بتاعته كويسه بس مش قوي، يعني مش الاوبتيمم سبيد؟ لسبب واحد، ان انت عشان يكون عندك داتا زي A وB وتعمل الباريتي بتاع السي، عمليه ان انت تعمل الباريتي دي عمليه اكس اور، دي عمليه حسابيه، معنى كده انه هيستهلك وقت وجهد في انه يكريت مين يا عم؟ الباريتي دي، ده لازم يعمل اكس اور عشان يرجع مين او عشان يكريت مين اصلا في الاساس؟ الباريتي بتاعتك. عشان كده العملية دي عملية مرهقة جدا. خلاص كده؟ وضحت؟ يبقى عملية انك تعمل الباريتي دي اصلا عملية مكلفة جدا بالنسبة للجهاز بتاعك، خصوصا البروسيسور بتاعك. طيب لحد دلوقتي حد عنده اي مشكلة؟ طيب كلام جميل، قلت لك اقل عدد من الديسكات ممكن تستخدمها في الريد خمسة كام؟ اقل عدد، ها قلنا ثلاثة. طب اقصى عدد ما لا نهاية، براحتك حط اربعة خمسة ستة عشرة خمستاشر، براحتك يا عم اتشقلب براحتك، محدش هيقول لك انت بتعمل ايه. ماشي كده؟ طيب كلام جميل، اخر حاجة بقى عشان ننهي الموضوع ده ونبدأ نتكلم في الايه، في الامبلمنتيشن، اللي هو ايه؟ الناس قالوا لك بس بالمناسبه كمان قبل ما ابدا في اي حاجه كمان صغيره، الريد خمسة ده بيسمح لك ان ديسك واحد يحصل له فيلير، الريد خمسة بيسمح لك ان ديسك واحد يحصل له فيلير، ماشي كده؟ طب لو ديسك حصل له فيلير يا عم ايه العمل؟ قال لك بس بسيطه جدا، اعمل ريموف للديسك ده من الاري، شيله من الاري
وضف له ديسك جديد، حط ديسك جديد في الاري اهو، اعمل اد لديسك جديد في الاري بس كده، شيل الديسك القديم اللي هو فيلد وحط لي ديسك جديد بس خلاص بس كده. ايوه قال لك طب لما تضيف الديسك الجديد ده هيحصل ايه؟ قال لك هيروح يشوف ايه اللي ميسنج من الاري، هل في باريتي او داتا ميسنج، يستخدم الديسكين اللي شغالين عشان يكريت مين او عشان يخلق مين من اول وجديد الداتا اللي كانت موجوده على الديسك دي واللي حصل لها او اللي الديسك ده بتاعها بقى فيلد. وصلت؟ طيب بالمناسبه بعد ما تضيف ديسك جديد هيحتاج، خليك فاكر انه هيحتاج وقت عشان يخلق الداتا دي مره تانية، لانه هيضطر يعمل عمليه حسابيه على الديسكين اللي موجودين هنا كده، عمليه اكس اور، العمليه دي يشوف الداتا اللي موجوده هنا ايه والميسنج ايه ويحاول يكريت الميسنج ده او يحاول يخلق الميسنج ده. تمام كده؟ طيب حلو جدا الحمد لله. طيب ده الريد 5. قبل ما اديك اي نودز تانية، هل في ريد ليفلز تانية او ريد مودز تانية؟ ايوه في عندي مثلا ريد 6 يا عم موجود، هكلمك عليه اعرفهولك بالمرة. الريد 6 ده بيعمل ستريبنج و دول ديستريبيوتد باريتي، بدل ما بيعمل نسخة باريتي واحدة بيعمل نسختين باريتي، بيعمل نسختين باريتي خلاص. شايف دول دي؟ طيب بص لي كده، هيكون عندك كام ديسك يا عم؟ قال لك المينيمم في الريد 6 4 ديسكات، يبقى الريد 5 كان المينيمم كام؟ 3، لكن الريد 6 المينيمم كام؟ 4. طب لما يجي يكتب الداتا قال لك دايما دايما هيكتب نسختين 2 باريتي، يبقى لو الديسك ده فيلد ها ايه اللي هيحصل؟ هل يقدر يرجع الداتا؟ هل يقدر يرجعها؟ ايوه. طب الديسك ده فيلد هو كمان، هل يقدر يرجع الداتا؟ ايوه، انا لسه عندي داتا ولسه عندي باريتي، هل ينفع اجيب الميسنج؟ ايوه طبعا ينفع. تمام كده؟ ها طيب الريد 6 كان من اهم مميزاته انه بيسمح لك ان ديسكين اتنين يقعوا. ليه؟ لان انت كنت بتستخدم دول ديستريبيوتد باريتي، يعني بتكتب الباريتي مرتين، بتكتب الباريتي بتاعتك مرتين ماشي كده. فلو نسخه من الداتا وقعت، ها هل في نسخه، هل في داتا تانية موجوده واتنين باريتي؟ ايوه يقدر يرجع الداتا. طب افرض ان نسخة باريتي كمان وقعت، هل في نسخة تانية من الباريتي؟ في نفس نسخة تانية من الباريتي، خلاص عندي داتا وعندي باريتي، هل اقدر ارجع الداتا اللي كانت ميسنج هنا؟ ايوه، طالما عندك داتا وباريتي خلاص رجع اللي ميسنج، بس خلاص شكرا. ماشي؟ طيب اقصى عدد من الديسكس بتاعته ايه؟ ها؟ اقصى عدد من الديسكس براحتك زي ما انت عايز، بس خلي بالك خلي بالك لما بتيجي تعمل ريد 6 دايما دايما حاول تعمل ريد 6 على كام، على كام ديسك، خليهم دايما اعداد، ها اعداد زوجيه. لما تيجي تعمل ريد 6 حاول دايما بالنسبه لك انت اعمله على اعداد زوجيه. ماشي؟ طيب اللي بعده، في عندنا ريد تاني؟ ايوه. فعندنا ريد 10. خلاص ريد 10 ده عباره عن كومبلكس ريد. وليه بقول لك كومبلكس؟ لانه بيستخدم ريد واحد وبعد كده ريد 0، او ريد 0 وبعد كده ريد واحد. ازاي يا عم يعني؟ بص كده، الريد واحد كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل ميرور صح؟ اهو هياخد اول ديسكين اهم، هيعمل منهم ميرور، وهياخد ديسكين كمان يعمل منهم ميرور تانية،
خلاص كده اهو. طب بعد كده يروح جاي مجمع الاتنين دول مع بعض، مجمع الاتنين دول مع بعض خلاص. فبص لي كده، ها دلوقتي لو ده بقى ميسنج، لو ده بقى ميسنج اهو، ده وقع، هل الداتا لسه شغالة؟ ايوه. طب ما ده عنده نفس النسخة اللي كانت هنا صح؟ يعني ده بيعمل ريد زيرو هنا وريد واحد هنا، ده ريد واحد وده ريد واحد وريد زيرو فوقيهم خلاص. طيب لو ده وقع، ها هل يقدر يرجع الداتا من ده؟ ما هو ده اصلا عنده نفس نسخة الداتا يا عم. طب الريد زيرو اصلا هيحس، الريد زيرو دلوقتي هيحس ان في بقى ديسك عنده ميسنج ولا يعرف عنه اي حاجة؟ تمام. طب افرض ان ده كمان وقع، ها هل ينفع لسه اشتغل؟ ايوه ينفع لسه اشتغل. عارف ليه؟ لان ايه اللي حصل؟ ها لان مين؟ لان الهارد ديسك التاني ده عنده نفس النسخة بتاعت الاولاني ده، فهتفضل الدنيا شغالة. عارف مشكلتك في الحياة هتبقى امتى؟ لو حظك الاسود وقعك في السيناريو ده. ده ريد واحد وده ريد واحد وده ريد زيرو اهو. حظك الاسود وقعك ان ديسكين عليهم نفس النسخة يقعوا كده. الحل بتاعك ملوش حل كده بالشفا، مع السلامة. خلاص كده. طيب دلوقتي اقل عدد من الديسكات ينفع تستخدمهم مع الريد زيرو كام؟ 4 ديسكات. طيب الماكسيمم كام يا عم؟ براحتك زي ما انت عايز، بس خلي بالك، خلي بالك لما هتيجي تستخدم الريد زيرو انت كده كده في الاول كنت بتستخدم الريد واحد تحت صح؟ هنا كده كنت بتستخدم الريد واحد تحت صح؟ معنى كده ان انت عشان تعمل ميرور، ها عشان تعمل ميرور لازم يكون عندك عدد الديسكات بتاعك متكافئ. يعني ايه برضو؟ يعني لما هتيجي تستخدم الريد 10 لازم برضو تستخدم اعداد زوجية، ده حاجة، ويكون اعداد الديسكات دي ها تسمح ان انت تعمل ريد 10 ماشي؟ يعني ما يجيش واحد يقول انا هعمل ريد 10 بخمس ديسكات، مش منطقي يعني. خليك منطقي بقى تمام؟ طيب المساحة اللي ممكن تستخدمها في الريد 10 كام؟ المساحة اللي ممكن تستخدمها في الريد 10 بما انه بياخد نسخة من الداتا تتكتب هنا ونسخة تانية تتكتب هنا، هتبقى المساحة الإجمالية اللي ممكن تستخدمها هي نص المساحة الكلية. يعني ايه يا عم؟ يعني لو كان عندك 4 ديسكات كل ديسك مساحته 5 جيجا، يبقى المساحة اللي ممكن تستخدمها هنا كام؟ 4 × 5 = 20، اقسمها على 2 يبقى كام يا عم؟ ها يبقى 10 اهو. وصلت؟ طب الريد 6، فاكر الريد 6؟ الريد 6 برضو كان بيستخدم ايه؟ كان بيستخدم نص، او كان عندك 4 ديسكات مينيمم وبيستخدم نص المساحة بتاعتهم، لأنه كان بيعمل إيه؟ كان بيعمل دوال باريتي، فاكر؟ الريد 6 كان عندك 4 ديسكات وكان بيعمل لك دوال باريتي هنا، صح؟ فلو عندك 4 ديسكات في ريد 6 كنت المساحة الإجمالية اللي كنت تستخدمها كام؟ برضو 4 × 5 بكام؟ ب 20. كده عندك دوال باريتي، معنى كده إن في عندك ديسكين هيستخدموا بالكامل للباريتي، يبقى المساحة الإجمالية بتاعتك كام؟ طير منهم مساحة ديسكين ناقص 10، يبقى المساحة الإجمالية ناقص ديسكين، ها؟ يبقى كام؟ 10. خلاص كده؟ طيب لو أنت شغال ريت 5، ريت 5 كان المينيمم بتاعك كام؟
تلاتة. طيب تلاتة يا عم، قال لك انا هستخدم واحد بس للباريتي. طيب المساحة الإجمالية اللي ممكن تستخدمها لو كل واحد فيهم خمسة، ده خمسة وده خمسة وده خمسة، ده باريتي، كان هيبقى كام؟ مجموعهم ناقص واحد فيهم، خمسة زائد خمسة عشرة، وخمسة خمستاشر، يبقى خمستاشر ناقص خمسة تبقى عشرة. طب لو عندي خمس ديسكات معمولين ريد خمسة، أهو لو عندي خمس ديسكات معمولين ريد خمسة، هتبقى المساحة اللي ممكن أستخدمها كام؟ أهو خمسة وخمسة عشرة، خمستاشر، عشرين، خمسة وعشرين، خمسة وعشرين ناقص خمسة، يبقى المساحة اللي هقدر استخدمها في الريد خمسة كام دلوقتي؟ 20 جيجا. طب لو كان عندي ريد ستة بتمن ديسكات، أو ماشي ريد ستة بست ديسكات يا عم، أهو أدا ديسك كمان أهو وأدا ديسك كمان أهو، لو عندي ريد ستة بست ديسكات يبقى المساحة اللي ممكن استخدمها كام؟ أدا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، ستة في خمسة بكام؟ بتلاتين، ناقص اتنين فيهم ناقص كام؟ ناقص عشرة، تبقى المساحة اللي ممكن استخدمها كام يا حاج؟ ها؟ 20. خلاص؟ تعالى ندي مثال كمان. طب لو ريد خمسة بتمن ديسكات، لو ريد خمسة بتمن ديسكات أهو، ريد خمسة تمن ديسكات، تمانية، تمانية في خمسة بكام؟ لو كل ديسك فيهم مساحته 5 جيجا ب 40 صح؟ ناقص واحد فيهم يبقى المساحة اللي ممكن تستخدمها كام؟ 35. طب لو ريد 6 ب 8 ديسكات، ريد 6 ب 8 ديسكات، 8 في 5 بكام؟ ب 40 صح؟ 40 ناقص 2 منهم لأنه بيعمل دول باريتي، يبقى المساحة اللي هتستخدمها كام يا عم؟ 30. وصلت الحتة دي؟ طب لو ريد واحد معمول ب 8 ديسكات، ريد واحد ب 8 ديسكات، ها لو كل واحد فيهم 5 جيجا هتبقى أقصى مساحة ممكن تستخدمها 5 جيجا بس كده، لأنه بياخد نفس النسخة يكتبها على كل الديسكات. لو ريد واحد هيبقى أقصى مساحة تستخدمها هي مساحة واحد فيهم بس، أمال فين بقية المساحة؟ طب ما هو خدها استخدمها برضو عشان يكتب نفس النسخة. بالظبط كده، كأني بقول لك عندك كراسة فيها 5 ورقات، اكتب لي في نفس الورقة، وعايز بلاش 5 ورقات، اكتب لي في كل الورق نفس النسخة. طالما كلهم نفس النسخة يبقى اليوزابل بالنسبة لك ايه؟ كأنهم صفحة واحدة، ما هم نفس الحاجة صح؟ في فرق بين مساحة الأري وفي فرق بين اليوزابل سبيس بتاع الأري. اليوزابل سبيس هي المساحة اللي هتقدر تستخدمها عشان تكتب عليها داتا بعد ما تبلد الأري، يعني كده في مساحة عندك قبل ما تعمل الأري وفي مساحة بعد ما تعمل الأري. المساحة بعد ما تعمل الأري احذف لي بقى لو في ميرورز موجودة، ولو في باريتي موجودة، أو لو في دول باريتي على حسب أنت مستخدم ريد خمسة ولا ريد ستة، لازم تمسح تحذف الكلام ده الأول عشان تقدر تطلع مين؟ اليوزابل سبيس. يبقى ما تخلطش بين الأري سبيس وبين مين يا عم؟ بين اليوزابل أري سبيس. الأري سبيس اللي هي الرو سبيس، يعني إحنا لو بنستخدم كده ستورج عندنا مثلا، لو حد فيكم ربنا كرمه واشتغل إي إم سي أو اتش بي 3 بار، خلاص كده دول اشهر اتنين، او نت اب حتى اشهر ثلاثة موجودين حاليا في السوق في العالم، ماشي كده. لما تيجي تشتري سبيس هيبقى عندك حاجتين، في حاجة اسمها الرو سبيس وفي عندك حاجة اسمها اليوزابل سبيس. الرو المساحة اللي قبل ما تدخلها في الاري، قبل ما يعمل ميرورينج وقبل ما يعمل باريتي وقبل ما يعمل دول باريتي وقبل كل الكلام ده، انما اليوزابل بعد ما تدخلها في الاري هيطلع لك كام. خلاص دايما ما تخلطش، ما تحاولش تخلط، ابوس رجليك. ماشي، فهمت الفرق بين الرو سبيس واليوزابل سبيس؟ طيب لو كان عندك ريد زيرو، اخر حاجه بقى لان انا بقي وجعني والله من كتر الكلام، لو كان عندك ريد زيرو، ريد زيرو يا عم هتبقى المساحة اللي ممكن تستخدمها كام؟ ها
ريد زيرو لو عندك 8 ديسكات كل ديسك 5 جيجا، ها هتستخدم مساحة كام؟ 8 في 5 هتستخدم 40 جيجا. الريد زيرو لا بيعمل ميرورنج ولا بيعمل باريتي ولا بيعمل ديستريبيوتد باريتي، ده بياخد الديسكات كده يسيحها مع بعض ويديك ديسك كبير قوي بس كده. شكرا. بيكتب عليهم كلهم صح؟ مظبوط. خلاص كده؟ طيب كلام جميل. اخر حاجة بس عايز اقولك عليها، اخر حاجة عايز اقولك عليها، ان لو انا عندي كده ريد اري بيتكون من 3 ديسكات، فرضا ان هو ريد واحد او ريد 5 او ايا كان الريد ليفل ده، انت عشان تبدأ تعمل الريد اري، ها او لما تعمل الريد اري هتكتب على انهي واحد فيهم، على ده ولا ده ولا ده؟ هتكتب على انهي واحد؟ مش كده بس، ده لما تيجي تعمل فايل سيستم هتعمل فايل سيستم لده ولا ده ولا ده؟ وانا للتلاته 3 مرات، يعني تعمل لده مره ولده مره ولده مره. بكل بساطه انت لازم تضرب التلاته دول كده في الخلاط وتطلع ديفايس جديده، ها اسمها الري ديفايس. لما تيجي تتعامل بعد كده هتتعامل مع الريد ديفايس دي. خلاص كده الريد ديفايس دي هي اللي بتتولى المسؤوليه تكتب الداتا على ده او ده او ده. انت مالكش دعوه بقى بدول خالص، ما عادش ليك اي دعوه بيهم، خلاص دي بقت طبقه معزوله بالنسبه لك. معنى كده لما تيجي تعمل فورمات هتعمل فورمات لمين؟ للريد ديفايس دي. طب لما تيجي تعمل ماونت هتعمل ماونت لمين؟ للريد ديفايس دي برضو. يبقى الريد ديفايس اللي عملتها دي ده عبارة عن فيرشوال ديفايس، دي ديفايس مش موجودة في الحقيقة، مش موجودة في الحقيقة، بس هي بتريبريزنت مين؟ بتريبريزنت التلاتة دول مع بعض. وضحت الحتة دي؟ ها وضحت؟ يبقى الريد ديفايس بتريبريزنت أي واحدة فيهم؟ بتريبريزنت الديفايسز كلها اللي موجوده جزء في الاري دول. وخلي بالك الديفايس دي دايما هي عباره عن فيرتشوال ديفايس، دي ديفايس مش فيزيكال، دي مش موجوده في الحقيقه، ده انا هكريتها لسه. ولما كريتها لما تيجي انت تعمل لها كرييت لازم هتقول لها انت يا ديفايس يا اللي اسمك ريد انت مسؤوله عن الديسك ده والديسك ده والديسك ده، انت مسؤوله عنهم. ساعتها بس يا تاخد المسؤولية وتبدأ تكلمهم سواء تقرأ منهم أو تكتب منهم. طب لما تيجي تكتب فايل سيستم مش هتكتب للدي ولا للدي ولا للدي، أنت هتكتب للديفايس دي وهي بقى تتولى المسؤولية بقى مع نفسها، ربنا يديها الصحة وماليش دعوة بيها يا عم. خلاص كده؟ ها في مشكلة؟ حد عنده أي مشكلة لحد دلوقتي؟ طيب الحاجة اللي بعد كده، الحاجة اللي بعد كده الامبلمنتيشن بتاع السوفت وير ريد عندنا، الامبلمنتيشن بتاع السوفت وير عندنا في اللينكس اسمها ام دي ادم او مالتيبل ديسك ادمنستريشن تول او ادمن تول، مالتيبل ديسك ادمنستريشن. خلاص الام دي ادم دي، الام دي ادم دي عبارة عن ها اليوتيليتي اللي بتسمح لي ان انا كاريت ريد ديفايس او اكاريت ومانج الريد ديفايس اللي موجوده عندي. ها وصلت؟ حد عنده اي مشكله كده؟ الحمد لله. يبقى انا لما اجي اعمل امبلمنت للريد دلوقتي، خليك فاكر انا هعمل امبلمنت للريد، يبقى انا هكريت فيرتشوال ديفايس مش موجوده في الحقيقه، وهقول لها وانا بكريتها انت الريد ليفل بتاعك كام، ايه كمان، واقول لها الديفايسز اللي انت مسؤوله عنها مين ومين ومين. خلاص بس كده، خلاص كده الريد اتعمل. بمجرد ما عملت الريد هروح اعمل فايل سيستم،
طب هعمل فايل سيستم للديسكات نفسها ولا للريد ديفايس نفسها؟ لا، هعمل للريد ديفايس نفسها، وهي اللي هتبقى مسؤولة ان هي تكتب لمين؟ للديسكات اللي موجودة عندك. خلاص كده؟ طيب كلام جميل. ناخد بريك 5 دقايق ونرجع ايه؟ نimplement الكلام ده عندنا بشكل عملي. ماشي؟ ماشي كده؟ طيب كلام جميل. قبل ما هديك البريك او قبل اي حاجة، انا بس هحضر الدنيا عندي. هحضر الدنيا. انا عندي كان في عندي ديسك موجود هنا، هضيف ديسك كمان. انا عندي يا سيدي في ديسكين موجودين هما، تعالى كده اضيف ديسك كمان موجود عندي، هارد ديسك اهو، وخلي لي مساحته 20 كويس جدا، وهضيف كمان ديسك، وهضيف كمان ديسك. كده عندي كام ديسك؟ ادا 1 2 3 4، 4 ديسكات كل واحد 20، وعندي اللي عليه الاوبريتنج سيستم 100 جيجا نفسه. طيب كلام جميل. ماشي، اعتقد ان كده كافي جدا، كده كفايه قوي، مش عايز اكتر من كده يعني، كتر خيرك يعني. تعالى يا عم كده نروح ل 104 ديا، وتعالى كده اعمل اف ديسك داش ال او ال اس بلوك، لسه الجهاز مش شايفهم. هضطر اعمل ايه؟ هضطر اعمل شت داون للمكنه، مش ريبوت، شت داون داش اتش ناو، عشان يروح يعمل يقرا مين؟ ملف الفي ام اكس بتاع الجهاز. خلاص، الفيرشوال ماشين بتاع الفي ام وير. لو انت جيت معايا هنا كده مثلا، عايز تفهم ليه الحكايه دي حصلت اهون. فين يا سيدي؟ فين فيرشوال ماشينز اهي. بص لي كده، الكونفيجريشن كله اللي عندك بيتقرا من مين يا عم؟ من ملف الفي ام اكس ده. فلما انت تضيف ديسكات جديده عندك، لما انت تضيف ديسكات جديده اهم، خدت بالك؟ الديسكات دي بتتقرا او الفيرشوال ماشين بتقراها امتى؟ ها، اول ما تيجي تفتح المكنه بس. طب لو عملت لها ريبوت ما بيقراش الملف ده، لا بيقرا لما تيجي تعمل ستارت للمكنه بس. خلاص، انا ممكن افورس الايه، ها، ممكن افورس المكنه ان هي تقرا الديسكات الجديده دي، بس لسه ما دخلناش في المرحله دي. يعني في باكج كده موجوده في اللينكس بتسمح لي ان انا اعمل سكان للايس كازي باس او للسكازي باس، بس لسه ما دخلناش في المرحله دي. ماشي، طيب ما علينا. بالمناسبه انا عندي 3 بار ستورج اهي، انا كان عندي 3 بار ستورج، كنت لسه واخد منها اللوجز النهارده. عندي ديسك فيلد اهو، والله يعني دولات حلال اساسا، ده ريد اري اهو، ريد اري فيلد ل 3 بار ستورج لسه حالا اهو، قبل ما ابدا معاكم والله كانت لسه فيل. شوف، لسه بنتكلم على الموضوع رشق في يعني جالنا في وشنا. دي هاردوير ستورج اهي. خلاص ماشي، بس الاستورج بتاعتي دي عباره عن اف سي فايبر شانل. فايبر شانل، ما علينا يعني، سيبك من الكلام ده كله يا عم، مش عايزين ندخلكم في متاهات على الفاضي، بس يعني انتوا ولاد حلال يعني، والله ده اللي انا عايز اقوله يعني. لسه بنتكلم في الموضوع طلعت لي بتاع الملف في وشي اساسا. طيب كلام جميل. اف ديسك كده، مش لازم اف ديسك، ال اس بلوك كده اهي، الديسكات ظهرت عندي اهي الحمد لله. انا كان عندي اس دي بي القديم، وعندي كمان اس دي سي واس دي دي واس دي اي، دي الديسكات اهي. انا كده حضرت الدنيا عندي ان انا اشتغل عليها. طيب ناخد بريك ونرجع نكمل. تمام كده؟ ماشي.